السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين. الحلقة الأخيرة من سلسلة هيلو نيبر إثنان. اليوم إن شاء الله سننهي هذه السلسلة لأننا قمنا بحل جميع الألغاز. بقي لنا اللغز الأخير الخاص بالميوزيوم. ما فعلته وراء من الكاميرا كالعادة وكما أفعل في جميع الحلقات هو أني تجولت في المكان جيدا لكي في الشيء الذي علينا فعله. في المقطع السابق لقد قمت باستعمال ذلك المفتاح إذا تذكرت وقمت بفتح ذلك الباب. اليوم ما سنفعله هو أننا سنحاول التسلل بهذه الطريقة. كأنني سمعت صوت ما سيأتي، أنا متأكد أن هناك زجاج مشتت يا أصدقاء، لكن لحد الآن لازال لم يأتي بال. المهم سنحاول الصعود، وإذا ركزتم جيدا لم يقم بوضع أي شيء، لكن هنا قام بوضع الفخاخ. تلك الفخاخ يا أصدقائي مباشرة بعد المرور فوق منها فإنها تفعل الصوت وسيسمعكم. لهذا السبب أنصحكم بأن تقوم بالقفز بهذه الطريقة لكي لا يسمعكم، لأن في هذه الأثناء هو نائم. راقبوا، إذا لم تقوم بفعل أي ضجيج لن يسمعكم. المهم أول شيء سنفعله هو أننا سنذهب لتلك الضفة هناك لكي نقوم بأخذ شيء ما لأنني اكتشفته. واحذروا لكي لا تمروا فوق من تلك الفخاخ لأن الليل الآن هو نائم يا رفاقي. يمكنكم فعل ما تشاءون في هذا المكان، فقط لا تقوموا بفعل الضجيج لكي لا يستيقظ، وفي الصباح فإنه سيستيقظ بطبيعة الحال. أنصحكم أن تسرعوا. الآن سنقوم بفتح هذا بتلك الطريقة. ممتاز، حصلنا على ذلك الشيء. ممكن أنه استيقظ. كأنني سمعت صوت ما، لا لم يأتي بال، لأن تلك المنطقة التي ضغطت عليها فإنها بعيدة شيئا معنا. وهنا نحتاج رهاتها 3 رؤوس لكي نستطيع حل اللغز الأول. الآن سنأتي سندخل هنا. هناك كذلك تلك، إذا ركزتم جيدا لا يجب عليكم المرور فيها. نقوم بفتح هذا الكتاب لكي نحصل على تلك، وبعدها ما سأفعله هو أنني سأعود مرة أخرى لأنه لازال نائم، وسنقوم أخيرا بفتح هذا الباب. إذا ركزتم كنا نتساءل كيف في إمكاننا فتح هذا الباب، لكن بالحصول على هاتف يمكنكم فتح الباب. لا يجي فعل أي صوت. نأتي إلى هنا ونقوم بأخذ هذا الكتاب سنحتاجه، وسأخبركم لماذا. ذلك الكتاب نقوم بوضعه في منطقة هنا، لأنكم إذا ركزتم في الحلقة السابقة حاولت تحريك الكتب فإذا بي أتفاجأ بأن هناك هذا الكتاب. فعلت الصوت، من الضروري وضعه هنا، لازال لم يستيقظ بعد، شيء جنوني. المهم سنخرج الآن بعد وضع الكتاب هناك. سنخرج لأننا سنحتاج لاكتشاف اللغز. طريقة اكتشاف اللغز هو باستعمال تلفاز، لهذا السبب من الضروري الآن الصعود للفوق. كأنني سمعت بأنه استيقظ. نعم لقد استيقظ، فتح الباب. الصباح حل، مشكل يا أصدقائي، استيقظ ذلك المقبل. يعني من الآن فصاعدا المهمة فإنها ستكون أصعب. وبعد الصعود للفوق المنظر صراحة خلاب ورائع، تستطيعون رؤية المدينة كلها من هنا، وإذا أصعدتم كذلك للفوق واو، منظر جنوني. المهم علينا المجيء إلى هنا لكي نقوم بتشغيل التلفاز ونحصل على ساتلايت ديش. اكتشفتها عشوائيا فقط، ما يجي فعله فقط هو رفع هاتي للفوق، رفعها للفوق بهذه الطريقة. وبهذا فإننا سنستقطب الاتصال يا رفاقي عبر الأقمار الاصطناعية، والتلفاز سيشتغل. انتظرونا اكتشفها للسيقظ. نعم استيقظ. هروب 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 هروب، المغفل لقد استيقظ يا أصدقاء. المهم سأشرح لكم الشيء الذي علينا فعله في هذه الأثناء، لكنني سأنزل للأسفل الآن لأننا لا نحتاج للأعلى. ندخل من هنا. هرأني أين هو؟ انتظر. هروب هروب هروب، الكلب جاء. لست متأكد أين هو وكيف رآني. أمر غريب هذا، لقد نزل الأسفل المغفل. ولقد عاد. جيد، من الجيد أن نقام بقفل الباب. الآن يا أصدقائي سنأتي إلى هنا، نقوم بأخذ رأس هذه السمكة بتلك الطريقة. الكلب ممكن أن نصعد للفوق لأن في هذه الأثناء بالضبط سيصعد فقط للفوق، لن يبقى في الأسفل. وبعدها سنفتح الباب وسندخل هنا. هناك فخ في تلك الضفة إذا ركزتم. يعني الحذر، نقوم بقفل ذلك الباب كذلك. نمر من هنا لكي لا نضرب في ذلك الفخ، ونفتح هذا الباب وندخل لهذه الغرفة السرية. الآن سنفتح هذا مثلا، إذا جاء فإني سأستطيع الهروب. ممتاز، فتحته. نستطيع الآن الولوج لهذه الغرفة يا أصدقاء، والدخول للجراج في أي وقت نريد. الآن ما سنفعله، سنأتي إلى هنا، نقوم بأخذ الداك نضعه هناك لكي نستطيع فتح هذا الباب. نقوم بتشغيل السيارة، سيتم فتح هذا لنا، وها هو الرأس الثاني الخاص بالخنزير. الآن لدينا رأس السمكة ولدينا رأس الخنزير، وبهذا سنكون قد أنهينا مهمة الجراج. ما يجب علي فعله الآن. مشكل، فعلت الصوت. سيأتي إلى هناك، وأنا الشيء الذي سأفعله سأخدعه وسأذهب. وبالفعل رأيتم مغفل، هو لا زال ينظر. ذهب لكي يكتشف ماذا يوجد هناك. نحن سنصعد يا أصدقاء للفوق. مشكل، فعلت الصوت مرة أخرى. أنا متأكد أنه سيأتي. رآني. هروب. لأن عندما تظهر تلك العلامة الصفراء يعني أنه رآكم. لو اختبأت هناك تلك الكلب المغفل سيعرف أين أنا بالضبط. ما سأفعل في هذه الأثناء هو أنني سأحاول الذهاب للضفة الأخرى إذا استطعت. الكلب غير موجود. لست متأكد أين هو بالضبط. ها هو صاعد.
رايتهم الكلب انه صاعد، اتمنى الا ياتي الى هنا. دخل لغرفته، شيء جيد. الان ما سنفعله، سنحاول وضع هذا الراس، راس السمكه مكان السمكه، وراس الخنزير مكان الخنزير. عاد لكي ينام. شيلو، جميل جدا، هذا ما اريده. راس السمكه مكان السمكه، راس الخنزير مكان الخنزير. الان ساذهب للتلفاز لكي اقوم باشعال التلفاز، لان اتصلنا الان بالاقمار الصناعيه، ها هو التلفاز. بوم، راقبوا. العلامه الاولى ظهرت، النار. العلامه الثانيه الان، شاهدوها، رايتم الليف. العلامه الثالثه، هذا الشكل الهندسي لا اعرفه، يشبه الكوكب. وبهذا فانه كثير اصدقائنا امر هناك. الكلب وضع الفخاخ مباشره بعد المشي فوق من الفخاخ، سيكتشف امركم. الان سندخل هنا، نقوم بقفل هذا الباب لانني ساضطر لكي اضرب في هذا الفخ، وسنقوم باستعمال تلك الليف. ها هي النار، ناتي الى هنا، وهذا الصاروخ، ليتس جو. انا حمد حصلنا على ذلك الراس، الان ساقفز. لم يستيقظ الحمد لله، لاني قمت بقفل الباب، الصوت لم يصله. وبهذا راقبوا يا اصدقائي بعد حل هذه الالغاز، ها هو الباب لقد نزل، وهي لكي نصعد الان لتلك الغرفه السريه. نحتاج للمفتاح، ها هو المفتاح، المفتاح قريب جدا منا. هناك علامة في هذه الضفة وصورة غريبة جدا، نقوم بقص هذه العلامة، ممكن أن يكون فيها شيء ما، فيها ذلك الشيء، لكن لا أستطيع فعل أي شيء له. الآن نفتح الباب وندخل يا أصدقائي ونكتشف السر. هناك طيل، راقبوا، طيل يشبه الطفل. هيا نفتح الباب. وبالفعل يا أصدقائي بدأت الكاسينو، وأخيرا وصلنا عند ذلك الطفل الذي قام هذا المغفل باختطافه. قام ذلك الشخص بسجن الطفل هنا في هذا المكان، ووصلنا له، أظهرنا له الطائرة الورقية لكي يعرف بأن وصلتنا المساعدة، وكان يطلب المساعدة المسكين. هيلب مي، هيلب مي. وبالفعل استيقظ المغفل، جاء مشكل، خاف منه لأن أدخل في قلبه الرعب. لا، أمسك بي، هيا دمره، الكمه، دمر ذلك الشخص، لا تترك لكي يفوز. مشكل يا أصدقائي، أدخلنا السجن، مغفل غبي، الطفل لقد هرب، ونحن ذلك المغفل لقد أدخل لنا السجن. الانفنتوري عندي فارغة، أحتاج لكي أفتح هذا، مشكل، خد مني كل شيء يا أصدقاء. ماذا يوجد هنا؟ هناك هذا الشيء، ممتاز، يجب علينا البحث عن الأدوات لكي نستعمل تلك الأدوات، لكن كيف سنستعمل؟ هناك مقص، ليتس جو، وجدنا المقص هنا، الطفل وضعه. لدينا رقم 0، الآن سنبحث عن الكلوز وسنكتشف. لدينا رقم 0، لدينا رقم 5، رقم 7، نفتح هذا. المهم وجدنا 0، وجدنا 5، وجدنا 7، نحتاج رقمان آخران. رقم 2، ها هو في السرير، 2 في السرير، وهو يقوم بلعب الاكس او، تلك اللعبة يلعبها لوحده مسكين، رغم أن تلك اللعبة عليكم لعبوها مع شخصان. المهم لدينا 5، لدينا 7، لدينا 0، ولدينا يا أصدقاء رقم 2. سنبدأ بصفر، اللون الأحمر 0، لكن كيف سأستطيع فعلها؟ أوكي، يعني علينا الدوران هنا والنظر من هنا ووضع تلك الأرقام. حسنا، ندور الآن ونكتشف. هو 0، الأحمر وضعنا فيه 0، الوردي نضع فيه 5، قمت بتغييره، ها هو لدينا 0 في الأحمر، الوردي لدينا فيه 5، 7 في اللون الأخضر، ها هو 7 في اللون الأخضر. الآن نحتاج 2 في اللون الأزرق، ها هو اللون الأخير، 3، ليتس جو، 2 في اللون الأزرق، نجحنا، 0، 2، 5، 7، نحتاج الآن اللون الآخر، اللون البني على ما أعتقد، اللون البني فيه رقم 3، ضربة واحدة فقط وسيفتح، ممتاز، فتحنا الباب، ليتس جو، الكود موجود هنا، يعني أن الطفل تذكر الكود ووضع الأكواد، قام بتدوينها في الألعاب الخاصة به. وبهذا يا أصدقائي استطعنا اكتشاف الكود. المنطقة لا يوجد فيها أي شيء تقريبا، وجدنا فقط هذا، الحمد لله استطعنا الهروب. الآن سنأتي إلى هنا لتلك العلامة التي قمنا بقطع ذلك منها، نقوم بوضع هذا ونقوم بتشغيله. فتحنا باب سري، يا سلام، ماذا يوجد في هذا الباب السري؟ هناك دمية، دمية فيها الدماء. هذا الكلب 100% يقوم باستعمال طقوس السحر، وطقوس السحر تلك لقد أثرت عليه. الباب لقد اكتشفته عبارة عن كاتشووك، لكنني لا أريد النزول، لأني إذا نزلت سيكشفوني. سأنتظر قليلا يا رفاق حتى أبحث جيدا، لأنني لا أريد أن أفقد التولز، علي البحث جيدا لكي أقوم بأخذ جميع التولز الموجودة في هذا المكان. أما بالنسبة للباب الذي جئنا منه، لقد قام بقفله علينا يا رفاق. بعد بحث طويل لم أجد أي شيء، هيا لكي ننزل. راقبوا هناك يا أصدقاء، مباشرة بعد النزول سنضرب في تلك المنطقة وسيكشفوا أين نحن بالضبط.
سأحاول النزول بتلك الطريقة. ممتاز، لم أضرب هنا، كأنني سمعته. هاو هاو لقد ذهب، رأيتم؟ هاو كلب مخفي هو يتجول في المكان، سيراني. اختبأ شيء أسقى أسفل من تيبل، يمكن الاختباء أسفل من تيبل. لا هذا شيء جنوني، هذا شهد المغفل، شهد المغفل لم يراني. أول مرة أعرف بأن يمكنكم الاختباء أسفل من تيبل. راقبوا، لا زال يبحث. سأدور، سأدور للحائط، يا إما أنه سيراني يا إما أنه لن يراني. هاو هاو أمامي مباشرة يا رفاق، كأنه رآني لكن فعل تلك الإشارة، ها يعني أنه غاضب، ممكن أنه رآني. واو تحركت وأمسكني مع الأسف. هل سيقوم بإخراجي؟ لا أعدني نفس هذا المكان. أوكي حسنا، بما أن يا أصدقاء سيبقى أمامي الباب، ليس باليد حيلة فقط سوى الخروج والهروب الجاري. مشكل مشكل مشكل، أصيبت. واو وضع لنا يا رفاقي فخ، وضع لنا المنادف. لا لا كلب، هذا هذا كلب. وضع لنا المنادف أمام من الطريق، هيا بسرعة بسرعة. كاتسين بدأت. كيف يمكن يا رفاق المرور هناك وقد وضع لنا المنادف؟ نبدأ مرة أخرى الرحلة ضد هذا الكلب. الباب مقفول، راقبوا المنداف. إذا رميت هذا وسط المنداف، ممتاز، تم تشغيل المنداف، اختفى. ليتس جو، هذه استراتيجية خطيرة التي سأفعلها. المنادف يا رفاق سأقوم بتشغيلها بتلك الطريقة. الباب مفتوح هنا على الأقل. لا مقفول مقفول، قفلها قفلها بسرعة. جاءك الزوق، اكتشفت يا أصدقاء استراتيجية خطيرة جدا لكي أقوم بتدمير هذا المغفل. هنا هو المندف، المندف غير موجود، يعني بعد رامي هذا فيه المندف سيختفي. سأفعل هذا لجميع تلك المنادف الموجودة، لأن تلك المنادف هي تساعده يا أصدقاء. قم بقفل المغفل جميع البيبان، لازلت لا أستطيع رؤيته بعد. حسنا سأقفز، سأرمي المندف هناك. يس ها هو الكلب، ها هو الكلب. بسرعة هروب 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 هروب، سأهرب يا أصدقائي. واو أمسكني، أصبح سريع، أصبح سريع، سرعته لقد ازدادت، يعني استراتيجية الهروب لم تعد تشتغل. مباشرة إذا رأكم سيمسك بكم. اكتشفنا استراتيجية إلغاء يا أصدقاء تلك المنادف على الأقل باستعمال المقص. الآن ما سأفعله هو أنني سأحاول التحرك بسرعة. المندف هنا تم إلغاؤه فقط بتلك الاستراتيجية. الآن ما سأفعله سأنزل بهذه الطريقة. بوم هناك مندف آخر، هيا بسرعة. جيد نختبئ هنا في الأسفل، قمت بتدميرها وسيأتي. اختبأنا بطريقة ذكية جدا. أين أنت يا الكلب؟ فعلت الصوت لكي يأتي هنا. ها واو قد جاء، أنا هنا أنا هنا. ها هو الكلب جاء. ها واو خدعته، لم يفهم أي شيء المغفل. سأقوم برمي ذلك هناك، ممتاز، قمت بإلغاء مندف آخر وهذا شيء جيد. ها هو ذهب، أقوم بأخذ تلك. يعيد، ها هو الكلب، أحتاج تلك الأداة الموجودة عنده، تلك الأداة أحتاجها. إيش سأفعل؟ سأجري، سأفعل الصوت هنا وسأدخل لكي يأتي لهذا المكان، أريد أخذ الأداة من عنده. ها هو، ها هو الكلب. ها سأحاول أخذ تلك الأداة بطريقة أو بأخرى، أحتاج لها يا رفاق. إذا خرجت الآن سيراني، يراق علي انتظاره حتى يعطيني بالظهر. حدثت له جليتش وهو ينظر لي، ما هذه اللعبة المغفل؟ أنا الآن أنتظر ما يقارب 15 دقيقة وهو متوقف هناك. الآن لم تحدث لك تلك الجليتش فقط هنا أيها المغفل. أعتقد بأن هذه الجليتش سأستغلها في المرة القادمة، والشيء الذي سأفعله سأفتح الباب، الباب الآخر سأفتحه وسأتي لهذا المكان، وعندما سيأتي سيقف هنا تحدث لها الجليتش، سأسرق منها تلك الآلة وسأذهب، لأنها الآن سيمسكني، سأخرج. رأيتم؟ سيمسكني، عرفت، وحدت لها جليتش يا رفاق. قمت على الأقل بإلغاء عدد جيد من المنادف، وهذا بالنسبة لي فإنها فوز. أين هو ذلك الكلب؟ هاو آه أنا هنا أنا هنا. يا تعال، سأنزل الآن في هاته، تعال يا المغفل عندي. مشكل كبير، قم بقفل ذلك الباب. مع الأسف يا أصدقائي هذا الباب الخاص بالجراج لقد قام بقفله، لا يمكننا فتحه. ها هو المغفل جاء جاء. أوكي نقوم بأخذ ذاك منه وسنهرب. Let's go let's go let's go، سأتي لهذا المكان وسأختبئ. سرقتها منه أخيرا بعد معاناة طويلة، استطعت سرقتها منه. لا ما فعلته فإنه جنوني بدون كذب. الآن علي التوغل يا أصدقاء لذلك المكان بدون أن أفعل أي صوت لكي نقوم بفتح هذا. أوه أستطيع فتح هذا من هنا، شيلو جميل. الأول فتحته،
ثاني الان علي فتحه بطريقه معينه يجب علي فعل مشكل. فعلت الصوت. ها رايتهم لقد ذهب عند الطفل، هو يتحدث مع الطفل. ساتحرك بهذه الطريقه بالخلف منه. جميل، نقوم بفتح هذا، شيء رائع. الان ساذهب يا اصدقاء مره اخرى بالخلف منه. لست متاكد هذه الجليش التي حدثت، لكن الجليش التي حدثت الان فانها من مصلحتي. بعدها سنمر من هنا، لم افعل اي صوت. نقوم بفتح تلك لكي نحصل على هاتي خاصة بإطفاء النار. أتمنى أن لا يأتي، إذا جاء الحمد لله. الآن جيد، حسنا، يبقى هناك نصف ساعة على الأتم. أجل الجليتش والطفل المسكين مختبئ هناك، روعة جدا، هذا شيء رائع. الآن سنقوم بأخذ ذاك. ليتس جو، حصلنا على مفتاح. الآن ما علي فعله فقط هو أخذ تلك الموجودة هناك. راقب الطفل المسكين، أتمنى ألا يراني. مشكل سأفعل الصوت. حسنا، سنقوم بأخذ هاته. نضرب تلك، لم يحدث أي شيء. يجب علي تكسير الزجاج. لا، لم يتم تكسير الزجاج. سأقفز هنا. فعلت الصوت، لكنه لم يسمعني، شيء رائع. بوم بوم، لا يمكن تكسير هذا الزجاج أم ماذا؟ بوم، لا، أمر غير معقول هذا. العلي الاقتراب جيدا، جيد، يجب الاقتراب، ممتاز، وجدنا تلك، ليتس جو. سأحمل كذلك تلك الأشياء الخاصة بي، لا أتركها. المهم لدينا هاتي، لدينا المفتاح. المشكلة يا أصدقاء هو أن علي فتح ذلك الباب، وإذا ركزتم ذلك المغفل الغبي لقد حدث له الجليتش. شاهدوا، لا يتحرك ولا يتململ. مثلا إذا جيت إلى هنا، نعم، حدث له الجليتش مرة أخرى يا رفاق. هو لا يتحرك ولا يتململ ولا يفعل أي شيء، وعلينا فتح ذلك الباب. وو 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 وو، بسرعة بسرعة بسرعة. الحمد لله تحرك الآن. جميل جميل، ما حدث فإنه جميل. المغفل أصبح سريع، من ضروري القفز. لن نفعل اي صوت. لا، هيا بسرعه بسرعه بسرعه. اهرب 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 اهرب. هناك من داف اخر هناك لم اراه. لو رايته لقمت يا اصدقائي بفكه. اين ذهبت؟ لست متاكد اين ذهب، لكن الان ساتحرك. المغفر وضع ذلك لمن داف. راني بسرعه بسرعه بسرعه. لا اريد يا اصدقائي تفليت علي الماموريه لاني وصلت لهذه المرحله، مرحله خطيره جدا. المهم الشيء الذي سأفعله هو أني سأقوم برمي هاته. هاو وجلس، ليتس جو. نقوم برمي الميق. نهض. مشكل كلب هذا. نعم لقد نهض. وسأقوم برمي هذا كذلك لأني لا أحتاجه. هو جاء 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 جاء. مغفل. وسأقوم برمي هاته كذلك لأني لا أحتاجها في هاتيلتنا. هو الكلب قريب مني. هيا اذهب أرجوك، ادخل. اذهب لتلك الغرفة أرجوك. وأخذ المقص. ممتاز، ذهب. لا، هذا شيء جيد جيد. بسرعة بسرعة بسرعة. الآن سنقوم بفتح هذا، سنفتح هذا بسرعة. ونقوم بفتح الباب. ليتس جو، هيا. وأخيرا الليلة يا أصدقاء، صراحة المرحلة الأخيرة فإنها خطيرة جدا، تحدث جليتشات يتوقف، لكن في الأخير نجحنا. تخيل لو أمسكني في آخر لحظة، كان علي الإعادة منذ البداية. ممتاز، دمرنا يا أصدقائي، أسقطناه، قمنا بإنقاذ الطفل. كل هذه المعاناة من أجل إنقاذ الطفل. وراقب الطفل، ما الذي حدث؟ شاهد الطفل، هو حزين من أجله. لقد قام يا صديقي باختطافك وسجنك. وكيف هذا؟ لماذا عدت عنده؟ لماذا تريد مساعدته؟ راقب الطفل يا أصدقاء المغفل. كل هذه المعاناة، وأرسلنا الرسائل، قال لنا هيلب مي، ساعدني، مشكل، ضربنا شخص ما، سقطنا الآن، أغمي علينا، وتم إمساكنا مرات عديدة، وعانينا يا رفاقي مع ذلك المغفل. وفي الأخير راقب الطفل هو يقوم بمساعدته الآن، يحاول إنقاذه، والكلب سيأتي عندي يا أصدقاء. وبهذا فإننا قمنا بإنهاء سلسلة هيلو نيبر إثنان، لعبة خطيرة جدا، ممتعة جدا، أعجبتني صراحة. تحياتي لجميع الشباب الذين نعموا السلسة على القناة، شكرا لكم من القلب. بتلك الطريقة فإنكم ستساعدوني أصدقاء لكي نستمر، لأن مع الأسف دعم على قنوات الألعاب بصفة عامة في اليوتيوب لقد نزل
للهاوية صراحة. أغلب الشباب بدأوا يتركون الألعاب مع الأسف وبدأوا يغيرون محتوى القناة. بالنسبة لي أنا لا أريد فعل ذلك الأمر، بل سأظل في محتوى الألعاب، لكن أنا نحتاج لدعمكم لكي نستطيع رفع مجال الألعاب على اليوتيوب. فذلك الحين كان معكم ياسين، استودعكم الله ولدي الله تطيب، ولا تنسوا بأن السلام وخير ختام.